جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل يا شيخ يقول: ما المقصود بقذف المحصنات الغافلات أحسن الله إليكم؟ رميهن بالزنا، مقصود بذلك رميهن بالزنا، والمحصنات العفيفات عن الزنا، رميهن من كبائر الذنوب من السبع الموبقات كما عده النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بجلد القاذف 80 جلدة إذا لم يأتي بـ4 شهود يشهدون على ما يقول ويثبتونه. نعم.